السلام عليكم، اهلا الاميرات الجميلات الانيقات. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم. فاذا كنتي مهتمه بهذا النوع ديال الموضه فما عليك الا تنضمي لهذه القناه وتفعلي جرس الاشتراك وجرس التنبيهات. ويلا بينا لافيديو انيقه. شوفوا معايا الخديمه ديالها كذلك كيفاش دايره، فهي غزاله ما شاء الله. فالفيديو عامر بلبسات لهم انيقات وغزال ما شاء الله. شوفوا معايا اللبسه كذلك، شوفوا معايا هاد اللبسه كيفاش ملبوسه. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه. وهذه لبسه واحده اخرى كيف ما كتشوفوها معايا. شوفوا معايا الخديمه والفصله ديالها كذلك، كي جات غزاله وانيقه. هنا كيبقى فقط نفس الموديل، فقط الاختلاف في اللون. فالا ما بغيتوش تفرجوا في نفس اللبسه بالوان مختلفه، تقدري تدوزي لا فيديو اللبسه واحده اخرى اللي جايه من بعد من هذه. هنا اللون الاسود بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود. هنا شوفوا معايا هذه اللبسه، شوفوا معايا الخديمه ديالها، العقيدات فين داروهم، والخديمه ديالها اللي جايه انيقه ومختلفه على اللي شفنا من قبل. وهذه لبسه واحده اخرى كما كتشوفوها معايا. شوفوا معايا قولوا لي اسم ديال هذا اللون شنو كيقولوا لي، قولوها لي في الكومونتير، خلوا لي لي كومونتير زوينين. شوفوا معايا هاد اللبسه كيفاش مخدومه ما شاء الله، فهي انيقه وكذلك فهي لبسه مريحه في اللبسه ديالها. شوفوا الخدمه ديالها اللي جايه غزاله ما شاء الله. في عجبكم هاد اللبسه هذه خلوا لي جيم وخلوا لي تعليق لا فيديو هكا باش تبارطاج لا فيديو لاكثر. وهذه لبسه واحده اخرى كما كتشوفوها معايا، فهي كذلك لبسه انيقه ما شاء الله مختلفه على اللي شفناها من قبل. شوفوا معايا الخديمه ديالها وانيقه وجايه كيوت ما شاء الله غزاله. مازال لبسه واحده اخرى، فاذا ما عجبتكش هذه اللبسه هذه ممكن دوزي لبسه واحده اخرى اللي جايه من بعد من هذه هكا باش تعرفي على كاع اللبسات اللي محطوطين في الفيديو. وهذه لبسه واحده اخرى كما كتشوفوها معايا. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسات كيفاش كيتلبسوا كيفاش مخدومين. فاللي ما عجبتهاش هاد اللبسه هادي راه ممكن تدوز لبسه واحده اخرى اللي جايه من بعد منها. مازال اللبسات اللي هما غزالين ما شاء الله. وشوفوا معايا هاد اللبسه هادي كذلك اللي جايه مختلفه كاع على اللبسات اللي شفنا من قبل. فكنتمنى يعجبوكم ويعجبكم لا فيديو. فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر الاعجاب. شوفوا معايا هاد اللبسه كيفاش مخدومه فوق الكتيفات وعند اليدين كيفاش مخدومه بواحد الخدمه اللي هي غزاله ما شاء الله. وشوفوا معايا التحت ديال الكسيوه كيف جات، هي انيقه ما شاء الله. وهذه لبسه واحده اخرى كما كتشوفوها معايا. هادو هما اللوينات اللي فيها. هنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه كيفاش مخدومه وكذلك كيفاش ملبوسه وكذلك اللوينات اللي فيها.
فكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، فإلا عجبكم ما تبخلوش عليه بالضغط على زر إعجاب. شوفوا هاد اللوين البنات، شكون كيعجب هاد اللوين؟ شكون كيحمق هاد اللوين غزال ما شاء الله. كذلك هاد اللون هذا حتى هو غزال ما شاء الله. وهذه البيته واحده اخرى كما كتشوفوها معايا، شوفوا معايا شحال غزاله حتى هي. فعلا مازال بغيتي تشوفي البيته واحده اخرى ممكن دوزي لا فيديو باش تشوفي البيته اللي جايه من بعد من هذه، حتى هي كذلك محطوط فيها هذا اللون هذا. شوفوا معايا هذه اللويه اللي فيها، هاد اللوين باش مخدومه هاد البيته كي جات غزاله، حتى هي جات مختلفه على اللي شفنا من قبل. ومازال جايه البيته واحده اخرى كذلك، وممكن دوزي الفيديو للبيته واحده اخرى باش تشوفيها كيفاش ملبوسه كيفاش مخدومه كذلك، هكا باش تعرفي كاع على البيته اللي محطوطين في الفيديو. غزالة ما شاء الله في البيسة ديالها، شوفوا معايا شوفوا معايا كيفاش تخدمات كيفاش الصالة ديالها. هنا كيبقى عندنا نفس اللبسة تقريبا، فقط الاختلاف في اللون. مازال البيسة واحدة اخرى اللي جاية من بعد، هانتوما هنا بالنسبة للون الأسود، بالنسبة للسيدات اللي كيعشقو اللون الأسود. فمازال لبيتات وحدين خرين اللي هما غزالين ما شاء الله، فكنتمنى تكملوا الفيديو حتى الأخر هكا باش تعرفوا على الجديد اللي كاين بالنسبة للباس، بالنسبة للسيدات المحجبات وكيبغيو بحال هاد النوع ديال اللباس.